انت حليت صح، بس دي وقفت معاك ودي اقولهم لك انا. طبعا دي 20% اللي هي كانت 20 اوفر 100، انت عملتها صح. اوف 300 ممكن اشيل ال 2 زيروز دول مع ال 2 زيروز ويبقى 20 تايم 3، هننزل الزيرو 3 تايمز 2 6. طب دي طبعا عشان هما الاثنين نيجاتيف، خدنا نيجاتيف واحده وعملنا بلس. طب نيجي على دي بقى، دي لازم احول ده الميكسد نمبر، احول ده الفراكشن ده، فبعمل تايم وبعدين بعمل بلس. يعني اكتب ال 2 وبعدين بعمل 2 تايم 3 6، 6 بلس 1 7 اوفر 2. تاني يبقى بكتب ال 2 وبعدين اعمل 2 تايم 3 6، 6 بلس 1 7 اوفر 2. الديفايد بقلبها تايمز، الديفايد بقلبها تايمز. على فكره ده موجود في الشيت اللي انت بعته لي النهارده، من ضمن الحاجات اللي موجوده النهارده يعني. الديفايد ده موجود في ضمن الدروس اللي موجوده. 14 اوفر 8 لازم نقلبه، نجيب له ريسيبروكال يعني نخليه 8 اوفر 14. تاني يبقى انا عملت 2 تايم 3 6، 6 بلس 1 7 اوفر 2. وبعدين ده الديفايد قلبته تايمز وبعدين قلبت ده. في مشكله كده؟ لا طب كويس، نبتدي نعمل سمبليفاي بقى. سمبليفاي برضه موجود في بتاع. في ثاني، ها؟ ازاي دي 8 وازاي دي 14؟ ما انا شقلبت ده. واحنا هو قلنا ده اصلا 14، بحسبه ده 44. 14 اوفر 8. فقلبناه خليناه 8 اوفر 14. طيب نبتدي بقى نعمل سمبليفاي. ال 7 وال 14 هما الاثنين ينفعوا ديفايدد 7. ده ديفايدد 7 هيدي لك 1، ده ديفايدد 7 هيدي لك 2. طيب خد بالك ال 8 وال 2 هما الاثنين ينفعوا ديفايدد 2. 2 ديفايدد 2 ايكوال 1، 8 ديفايدد 2 ايكوال 4. طب هلاقي برضو ايه؟ ان ال 2 وال 4 هما الاثنين ينفعوا ديفايدد 2. يبقى 2 ديفايدد 2 1، 4 ديفايدد 2 2. ابتدي بعد كده بقى اعمل اللي فوق تايمز بعض، 1 تايمز 2 2، اللي تحت تايمز بعض 1 تايمز 1 1. اي نمبر اوفر 1 2 اوفر 1 ايكوال كام؟ ايكوال 2. سهله ولا صعبه؟ سهل. طيب تعالى على اتش سي اف وال سي اف. قلنا هنمسك ال 12 اهي، هنعملها كده 12 ايكوال وات تايمز وات؟ 12 ايكوال وات تايمز وات؟ كتير ها؟ في كتير، لا كام تايمز كام؟ اديني 12. ما في كتير، اختار اي واحدة اي ولا حاجه. ماشي. 6 multiplied by 2 4. طيب احنا عندنا البرايم نمبرز اللي هم مين زي ما اتفقنا، اللي هم 2 3 5 7 11، هم كتير بس احنا بنشتغل على دول، على الخمسه دول. طيب هل ال 6 ده برايم؟ ليه؟ ها؟ لا نحوله. ال 6 ايكوال وات تايمز وات؟ 3 و 2. 3 ملتبلاي 2. طب هل ال 3 برايم؟ وال 2 برايم صح؟ يبقى نعملهم في سيركل. طيب نيجي هنا برضو، ال 2 اللي كانت طالعه دي برايم. خلاص كده خلصنا ال 12، نخش على ال 24. 24 ايكوال وات تايمز وات؟ 24 6 متر 4. كويس 6 is prime. لا خلاص نحولها 2 تايم 3 وال 2 برايم وال 3 برايم نعملهم في سيركس. طب 4 is not prime برضه، نحولها 2 تايمز 2 ال 2 برايم وال 2 برايم. طب نبتدي بقى لما نيجي ناخد اتش سي اف، نجيب اتش سي اف ازاي؟ اهو بناخد بس المتكرر، يعني ال 3 هنا 3، بنبص بين ال 24 وبين ال 12 هنا 3 وهنا 3 ناخد 3، هنا 2 وهنا 2 ناخد 2. ركزي فيها عشان هتيجي بعد تعمليها، هنا كمان 2 وهنا كمان 2 ناخدها. بس نعمل بقى 3 تايمز 2 6 تايمز 2 12. طب عايز اجيب ال سي ام، ال سي ام هم نفس بتوع الاتش سي اف، يعني ال 3 اللي قررت ناخدها وال 2 اللي قررت ناخدها وال 2 دي اللي قررت برضو ناخدها، بس هناخد كمان اللي ما اتشطبش عليه. مين اللي ما اتشطبش عليه؟ نشدوه ناخدها معانا كمان ونعملهم تايمز بعض، 3 تايمز 2 6 تايمز 2 12 تايمز 2 24.
سهلة ولا صعبة؟ سهلة. طيب هناخد بقى اللي هو انت بعدها، اللي هو الشيت اللي ما بعدها، اللي هو ايه؟ مرتين. هو بيقول comparing كده اهو، موعود، اللي هو اول حاجة فيه هو بيتكون من كذا حاجة. اول حاجة فيه simplifying fractions، يعني هو شامل، هو ورقتين بس شاملين كذا درس. اول درس فيه، لا بس شوف انا صورت لك دي ولا لا. اول حاجه فيه simplifying fractions. simplifying the fraction. لو انا لاحظت حاجه، لو انا قلت مثلا 5 over 10 ادي كذا فاكتور 10، دي over 6، 4 over 20، 2 over 10. بص كده، نفس اللي كنا عملناه في الديفايد من شويه. 5 over 10، 5 and 10 are both divisible by what؟ يعني ينفعهم الاثنين يتعملوا ديفايد by what؟ لا لا، ال 5 وال 10 الاثنين ينفعوا ديفايد كام؟ 5 ركزي عشان انت تاخدي مسألة تعمليها. 5 divided 5 equal 1، 10 divided 5 equal 2، صح ولا لا؟ صح. يبقى الانسر 1 over 2. 3 and 6 are both divisible by what? 3. 3 divided 3، اعمل 3 divided 3 في دماغك. Equal 1. 6 divided 3 equal 2. يبقى الانسر 1 over 2. طيب 4 and 20 are both divisible by what? 4. 4 divided 4 equal 1. Divided 4 equal 5. لازم عملت اللي فوق divided 4، لازم اعمل اللي تحت divided 4. يبقى طلعت الانسر 1 over 5. طب هنا 2 and 10 are both divided by what؟ 2. 2 divided 2 equal 1. 10 divided 2 equal 5. يبقى 1 over 5. طيب ساعات يديني برضه حاجه زي كده. يديني مثلا 6 over 9، 8 over 12، مثلا 20 over 25، 12 over 18. طيب 6 and 9 are both divisible by what؟ 6 يا ندى، ندى، نعم نعم 6 and 9 are both divisible by what؟ 3. 6 و 9 هما الاثنين ينفعوا ديفايد بكام؟ هما الاثنين في تيبل مين؟ 3 هم عامل 6 ديفايد 3 equal 2، 9 ديفايد 3 equal 3. سهله؟ يبقى الانسر 2 over 2. كده انا عملت simplify، simplify يعني صغرته. ركزي عشان اديكي مثال تعمليها ورا دول دلوقتي. طب هنا 8 and 12 are both divisible by what؟ نعم 8 and 12 are both divisible by what؟ 8 and 12 4. في تيبل كام هما الاثنين؟ ينفع ديفايد كام هما الاثنين؟ 4 4 صح 4. طب 8 divided 4 equal 2، 12 divided 4 equal 3. بس يبقى الانسر 2 over 3. 20 and 25 are both divisible by what؟ 5.
20 divided by 5 equal what? 4. 4. 25 divided 5 equal what? 25 5. So the answer is 4 over 5. 12 and 18 are both divisible by what? Nam, 12 and 18. ممكن نجيبها من رقم صغير، هم 2 5 divided كام؟ 2 مثلا؟ 3 ممكن 5 divided 2. لو انا ما خدتش بالي على فكره، لو انا مش فاكر هم الاثنين في تيبل ايه، ممكن اجربهم divided 2، ما نفعوش نجرب divided 3، ما نفعوش نجرب divided 4 وهكذا. ممكن 2 و 3. صح ماشي. لو لقيتيهم ينفعوا divided 2 وينفعوا divided 3 جربي على الاكبر، جربي على 3 احسن. فاهمه؟ يعني كل ما تجربي على الاكبر تخلصي المساله بسرعه. يعني 12 تنفع ديفايد 2 ديفايد 3 ايكوال 4. طب 18 تنفع ديفايد 3 ايكوال 6. صح ولا لا؟ خدي بالك ال 6 اللي طلعوا ينفعوا ديفايد كام؟ اوكي. ها؟ ماشي مستفيد. 4 وال 6 اللي طلعوا دول ينفعوا ديفايد كام؟ 4 وال 6؟ وانا لما عملت ده ديفايد 3 طلع 4، ده ديفايد 3 طلع 6. ال 4 وال 6 دول ينفعوا ديفايد كام؟ 2. ماشي عاملينهم 4 ديفايد 2 ايكوال 2. يعني ممكن اعمل 2 سمبليفاي ورا بعض، 6 ديفايد 2 ايكوال 3. طلعت في الاخر 2 اوفر 3. سهله ولا صعبه؟ سهله. طب هديكي مثال تاني. هديك مسألة تعملها لي ولا اشرح لك حاجات تانية؟ اشرح لك تاني؟ لا، ممكن تديني مسألة احلها. طيب ماشي. انت شاطرة ما شاء الله. حاولي تعملي دول. ابعتهم لك برضه صورهم وابعتهم لك ابعتهم لك. حليهم وابعتهم لي. يعني كم كلهم صح بس في حاجه. هنا 12 اوفر 27 انت عملت فعلا ده 12 ديفايدد 3 ايكوال 9 مظبوط. 12 ديفايدد 3 سوري ايكوال 4. وده ديفايد 3 ايكوال 9، انت عملتها 3 اوفر 9، فدي 4 اوفر 9. طب هنا بقى انت عملت 18 ديفايد 6 ايكوال 3. وال 6 ايكوال 6. ال 3 وال 6 اصلا ار بوث ديفيزبل باي 3. يعني 3 تنفع ديفايد 3 ايكوال 1، ال 6 تنفع ديفايد 3 ايكوال 2. لازم نجيب اخرها، يعني لو نفعوا ديفايد حاجه ثانيه نعملها. يبقى تطلع 1 اوفر 2. طب هنا ال 14 وال 28 فعلا ينفعوا الاثنين ديفايد 7. ده طلع 2 وده ده وطلع 4. بس ال 2 وال 4 اللي طلعوا ينفعوا ديفايد 2. يبقى تطلع 1 اوفر 2. لازم اجيب اخرها كده الاخر. اوكي ماشي؟ طيب. اوكي. ايه
معلش ممكن تدخلي وتطلعي، تطلعي وتدخلي تاني يا ندى على نفس اللينك بعد اذنك، وات ايه ايه تطلعي وتدخلي تاني على نفس اللينك معلش، انا هعمل ايه دلوقتي كده وتدخلي تاني.